لابو تاع الرضيع اوتوغوت تدخل كلش دونك سي دي برودوي كوم ما نعرفوش مليح مليح لي زيفي تاعهم لا لا لي زونفون وي راهو في مكان الناموس بزاف نقدر ندير له نقدر نستعمل مراهم مخدومه بالاعشاب وسورتو لا كامومي يعني البابونج اذا قاس وليدي ناموس قاستو ناموسه نشوفها راهي حمراء باش ما يبداش يحك بزاف نقدر ندير له مرهم اللي يهدئ الهيجان بصح ما نديرلوش دي بوماد ريبولسيف ما نديرلوش بوماده اللي باش ما يقرصوش الحشرات الاخرين اللي قلنا الناموس نغطو الحشرات الاخرين عندنا هذوك لي بيس الكرات تاع الحيوانات اللي يقدروا يجوا كاين اللي مربين قطط كلاب هنايا على الام وتنظيف شوف المطرح تاع وليدها الا عندها لاسبيراتور تاسبيريه كل يوم ولا ما عندهاش تنفضوا تلفدوا من البنك يعني. وتنفضوا وتبالي تمسح بفرشه ماشي فرشه اسنان ان تروك شيتا كما نقولوا فوالا شيرشي لو مو شيتا تمسح البنك تاع وليدها يوميا ما فيها والو فوالا دوكا شرب الماء اسكو لازم الدراري يشربوا الماء في الصيف ولا لا لا الوغ الرضيع واللي يكون ياخذ غير الحليب يعني تحت 6 شهور يشرب الحليب ماشي محتاج انه نعطوا له الماء صف كي يكون مريض يعني عنده اسهال عنده قي عنده حمى يعني راهو يضيع الماء هنا لازم نعطي له الماء في الحرارات القصوى يعني كي تكون الحراره برا راهي 40 ولا هنا نخمم نعطي له كميه تاع الماء بصح قليله ما نعطيش لوليدي بيبغون تاع الماء خاطر هذاك البيبغون تاع الماء راح يعمر له ليستوما تاعو بعد ما يرضع لهاش الحليب فيه كميه كافيه من الماء نعطي له كميه صغار 30 40 الماء بين الرضعات كي تكون الحراره قويه باغ كونتخ لي زونفون اللي راهم يبوجي وخلاص هذا الرضيع ولا يمشي عنده فايت عام دا يل سو ديبلاس الحركه الزائده يستهلك فيها الماء هذا لازم تعطي له الماء ام بيبي مش حيقول لك جي ماما عطشت دونك لازم يكون هكا بيبغون تاع الماء على العين يعني يشوفوا يروح يشرب وحده ولا انت تفكري لوليدك اعطي له الماء بدون ما يطلب لك في اوقات الحراره الكثيره كي نخرجوا برا لازم الماء كساسوا رضيع كساسوا ان انفون برا لانه الحراره راح تكون اكثر من الدار دونك برا الا خرجتي وليدك تخرجي معاك الماء كاين يعتقدوا انه حليب الام يعني كافي ما يزيدولوش الماء حليب الام كافي يعني قلت تحت 6 شهور حليب الام كافي في جميع الحالات سوف كي يكون مريض ولما تكون الحراره يعني كانيكول يعني مام بالكليماتيزور وما هبطش